اجي افتح كده من فايل اوبن وفي ساعه ما تخافش اللون كذا مره ما بحبش طالما مفيش حاجه ما تجيليش في حاجه تعالى بيقول هنا ايه البروجكت ما اتعملتليش لود طيب ايه الفيجوال ستوديو افتحه تاني يا عم مايكروسوفت ما بتفرجش على الفيديوهات بتاعتي ما بتحدثوش فيها لا ازاي في فيرجن 11 لا بالعكس ما هو انا الداتابيز اللي نازله دي اللي بتنزل مع 2011 مش اللي بتنزل مع 2012 المهم احنا كنا هنا كنا كل اللي عملناه ان احنا حضرنا الويب يوزر كنترول بتاعت الكاتيجوري صح؟ رحنا فتحناها نلاقي ان احنا حضرنا الديزاين وظبطناه 100 100 عايز ان احنا هنبرمج عايز ان احنا ايه؟ هنبرمج زرارين بس ما خلناش الباقي نادي صفر افتح الديزاين بتاعنا طيب اهو ده كان المنظر بتاعنا ده بتاع السيرش نبحث نحدد احنا هنبحث بايه في الحقول دي يعني الكلام ده كله ماشي السيرش ده هنكتب له كل السيرش اد نيو ده كل مهمته ان هو يوديك للمنظر ده بحيث تدخل الرقم وتدخل الاسم وتدخل الديسكريبشن وتحمل الصوره وتدو سيف يسيف جوه الداتابيس يسيف جوه مين؟ جوه الداتابيس خلاص كده؟ طيب كنسل ده لو دوست عليه بيرجعني مين؟ رجعني هنا تاني اللي احنا ظبطناه الاد نيو ينادي لي على المالتي فيو ده والكنسل تنادي على المالتي فيو المالتي فيو خلاص كده زرار الريموف وزرار الابديت مقفولين زرار الريموف والابديت مالهم ديسيبل يعني انيبل بتساوي فولس ليه المفروض ما يقدرش الراجل يدوس على ريموف ولا ابديت غير لما يسلكت على رو يعني ايه سلكت على رو يتعلم على صف يقول لك انا عايز ادلته او يعلم على صف يقول لك انا عايز ايه عدله خلاص هنبدا مبدئيا بزرار زرار كده بالترتيب لان الواحد مش عايز ينقي خلاص ناخد اولا زرار مين؟ السيرش احنا قلنا كل عمليه اساسيه يعني مثلا زي السيرش دي عمليه خلاص زي الاضافه عمليه زي التعديل عمليه زي الابلود عمليه صح؟ كل دي عمليات كتير جدا مفرقه هنا خلاص عمليات باشكال مختلفه كتير متفرقه هنا احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا يعني كل عمليه تخص الداتابيز بيبقى ليها في الكلاس ميثود بيبقى ليها في الكلاس ايه؟ كلاس ميثود خلاص كده؟ طيب زي عمليه السيرش جيت دخلت دبل كليك كده ادي الزرار اللي اسمه سيرش ما لعبش في اي حته غير ما بين البطن سيرش بدايته ونهايته هنا خلاص ده مكان اللي هكتب فيه كود بتاع الزرار انا المفروض مش هكتب كود بتاع اي داتابيز احنا اتفقنا ان نشغل كله ايه؟ كلاسز لو انا رحت جوه افتح الكلاس دايجرام بتاعنا دايجرام هلاقي ادي الكلاسات بتاعتنا لو رحت على الكلاس بتاع الممبر فتحت كلاس ديتيل هلاقي ان انا عندي مجموعه من الميثودز هنا في عندي اللي هي بتاعت السيرش عندنا بتاعت مين؟ بتاعت السيرش ده بس ده ممبر انا عايز اختها عندي مين؟ في الكاتيجوري وهنا بس على الكاتيجوري لسه ما فيش اي حاجه من اي نوع قلت له ماشي استلم اول واحده حاجه اسمها ايه؟ سيرش واحد يقول لي ايه؟ صدق كل الجداول بص بقى الحته دي كل الجداول بتاعتنا كل ده داخل انا عاملها جديد اصلا كل الجداول بتاعتنا كلها بلا استثناء فيها خاصيه اسمها سيرش كلهم هيبقى فيهم سيرش صح لا وكلهم فيهم السيرشين سيرش اللي هو بتبعت له الفيلد والفاليو يعني الحقل هتبحث بيه والكومن هتبحث عنها وسيرش تاني بتبعت له الكويري كله وهو يتصرف صح كده ولا لا؟ تقريبا كلهم نفس القصه كلهم نفس الايه؟ نفس القصه بالظبط. وتلاحظ حاجه كمان غبيه جدا. السيرش وابعت لك الكويري اصلا مش مرتبطه بجدول الممبر. حد ياخد باله؟ انا ببعت لك الكويري
يعني شغاله بقى على جدول اي جن ازرق المفروض يشتغل صح لا صح ولا ايه؟ فلاقي ايه ان انا عندي السيرش هنا والسيرش هنا للاسف الاثنين يعتبروا يعتبروا ايه؟ يعتبر كنت المفروض احطهم في المين تيبل عشان يبقى كلهم وارثهم وخلاص صح ولا جت صح كده؟ احطهم في المين تيبل عشان كله يبقى وارثهم. فاخد اول حاجه اقول له ايه؟ انا من الغباء ان انا اقعد اعيد السيرش دي خالص، لان السيرش دي للاسف يعني السيرش دي ابعت لها كويري وترن لي الجمله دي كود هيتكرر مع كل الكلاسات خلاص. فانا ممكن اروح على عند السيرش اللي هنا دي اهي، السيرش الجميله بتاعتنا دي اللي هي بتاخد الكويري وبتخلي الداتابيس ترن كويري صح وترجعه وكاتش لو كان في اي خطا صح ولا لا. هلا ان هي دي كده زي ما هي كده المفروض انها تبقى موجوده في كل جداول واحد. طب ده من الغباء ان انا اقعد اعيدها، في حين ان انا لو حبيت احدث فيها اي شيء هقعد اعدي على كل جدول 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 لغايه ما اتشال. لا انا ممكن اخدها كات خالص كات واروح عند المين تيبل. مش هم كلهم مرسمين من المين تيبل؟ المين تيبل ده جدول اساسي. لو انا جيت في المين تيبل قمت راميهم في اي حته زي ما كنا عاملين الاد والديليت والابديت وكانوا مشتركين فيهم كلهم، هاجي هنا في اي حته هنا من دول اقوم عامل ايه؟ بيست. حطيت السيرش خلاص، حطيت الايه؟ السيرش. وقال لي هنا مفيش هنا يوزنج سيستم دوت داتا، قلت له خلاص استخدم سيستم دوت داتا خلاص. بقى كده عندي عندي الجمله دي كده السيرشيه دي طالما حطيتها في المين تيبل وهم كلهم وارثين من المين تيبل اكني كتبتها فيهم كلهم. بس الميزه ان انا لو عدلت هنا يسمع فيهم كلهم صح كده ولا لا؟ طيب الحته الثانيه، الحته الثانيه اللي هي بتاعت السيرش العاديه بقى اللي هي ببعت لها الفيلد والايه؟ الفيلد والفاليو. كل الاختلاف اللي فيها لا هنا بتبقى مختلفه عشان حسب الحقول والحاجات دي كلها والجدول، يبقى دي شكلها مختلف تماما. يبقى دي شكلها مختلف ايه؟ مختلف تماما. مختلف. بس ممكن اجبر كل الكلاسز ان يعملها. لو عايز اجبر ان كل الكلاسات اللي تكون موجوده فيها خلاص يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ لو انا عايز اجبر كل الكلاسات تبقى موجوده فيها ممكن احطها جوه. ايوه عليك نور، احطها فيرتشوال جوه مين؟ جوه المين تيبل. كل واحد ممكن يعني خلاص احطها فيرتشوال جوه المين تيبل. لكن لو انت عايز بس الفيرتشوال ممكن اغيرها وممكن ما اغيرهاش خلاص. لكن لو انا عايزه بقى يجبر اجباري الكلاس ما يشتغلش غير لما يعمل سيرش وفيها فيلد وفيها فاليو، يبقى في حل تاني. لا في حل تاني، اقول له بص لازم تجبر ان انت تحط الميثود اللي اسمها سيرش ويبقى فيها فيلد وفيها فاليو كده لازم تكون محطوطه، يا اما يبقى في كلاس ناقص فيه حاجه غلط، يبقى كلاس ناقص فيه حاجه ايه غلط. بس انا مش هدقق على دي دلوقتي عشان بس يعني هقوله كده على طول ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها انترفيس واحط الميثود دي جوه الانترفيس من غير الكود بتاعها خلاص كده، واقوم خلي كل كلاسات تنفذ الانترفيس دي، فيبقى كله اجبار عليه لازم يحط السيرش، يبقى كله لازم اجبار عليه يحط مين؟ يحط السيرش. انا قلتها كده بالبق بس مش هطول عليكم فيها خلاص. لكن انا عندي الميثود دي هتبقى مشتركه في الكل، في الكل تقريبا خلاص. فانا هروح اضيفها، بس كل واحده بتطبقها بشكل خالص مختلف، كل واحده بتطبقها بشكل ايه؟ بشكل مختلف خلاص مش مشكلة. ادي اللي عليه الدور ده مين؟ ده الكاتيجوري اللي احنا شغالين فيه صح؟ هيبقى فيه هنا هوت نفس الميثود بتاعت السيرش بتستقبل الفيلد والايه؟ والفاليو. بتستقبل الفيلد والايه؟ والفاليو. طبعا بيقول لي الداتا تيبل مش معمول لها يوزنج سيستم دوت داتا. خلاص؟ قلت له ماشي. لا السيرش لسه ما بترترنش فاليو. بس ما بترجعش حاجه. اقول له والله اول حاجه انا هحضر متغير سترينج في الايه؟ في كويري الجمله اللي انا هتتبعت. قلت له جدول الكاتيجوري اصلا هو ثلاث حقول فمش هيبقى عندنا مشكله. سيلكت استريسك فروم كاتيجوري صح كده؟ وير لما يكون ايه؟ قلت له لما يكون حقل ما انا مش محدده صح ولا ايه؟ ان هو اسم الحقل على حسب ما بيبعت، يعني الحقل عايز ابحث عليه ان اذا كان هو كات ان هو ولا كات نيم ولا الديسكريبشن دي مختلفة، دي بتاع ايه؟ تختلف. يبقى انا هشتغل بسترنج دوت ايه؟ سترنج دوت فورمات تحقوس سيلكت استرسك فروم كاتيجوري وير ايه؟
وير ان الحقل الفلاني اللي هو ايه بقى اللي هو هيختلف من وقت لاخر صح، يكون لايك واحنا اتفقنا ان احنا نبحث بلايك خلاص وسنجل وعلامه في الميه وبعد كده في قيمه هنا بتتحط وبعد كده سنجل علامه في الميه وسنجل. ده كان الجمله بتاعتنا. واحنا قلنا يا جدعان فاكرين اللايك ومش فاكرين حد مش فاكر اللايك مش فاكرها خلاص. بص لأي نعمل كده مثلا حرف الايه لايك يعني يشاب يشبه لايك يعني ايه يشبه. انا لو جيت مثلا قمت قال مثلا على سبيل المثال الكات نيم لايك ايه معناها ايه كات نيم تشبه ان يكون علامه في الميه معناها ان يكون قبل حرف الايه اي حاجه يعني اي حاجه قد يكون قبل حرف الايه حرف او قد يكون قبل حرف الايه اكتر من حرف او قد يكون قبل حرف الايه ولا حرف يعني ولا حرف او حرف او اكتر من حرف اي حاجه احنا بنقول عليها اسمها ايه اي حاجه قبل حرف الايه. طب وبعد حرف الايه اي حاجه برضه ممكن تكون بعد حرف الايه مفيش او ممكن يكون بعد حرف الايه في حرف واحد او ممكن يكون بعد حرف الايه في اكتر من ايه اكتر من حرف. يبقى بقى معناها ايه بقى معناها حرف الايه يكون موجود بقى معناها كده جه في الاول بقى جه في الاخر جه في النص جه في معناها كده. فاحنا لما يجي الراجل يكتب اي كلمه فانا بدور له على اي كلمه زي دي موجوده في اي حته خلاص في الاول في الاخر مش فارقه. لكن احنا مش هنثبت الكات نيم لان الكات نيم دوت على حسب الفيلد اللي اتبعت. والله الراجل قال لك انا هبحث بالكات نيم يبقى ابحث بالكات نيم قال هبحث بالديسكربشن يبقى ابحث بالايه بالديسكربشن. يبقى الحته دي بتختلف يبقى الحته دي بتا ايه بتختلف. وبعدين انا كل مره هقعد ادور على حرف الايه لا والله على حسب الفاليو اللي الراجل بعتها. الراجل بعت حرف الايه ببحث له بحرف الايه. الراجل بعت كاميرا يبقى ابحث بكلمه كاميرا موجوده مش موجوده. الراجل بعت زي ما الراجل يبعت صح يبقى حرف الايه دوت برده ما هوش ثابت يبقى انا هحط ايه العلامه دي صح كده. طيب اعمل كومه واقول له بقى حرف النقطه الاولانيه دي اجيبها منين قلت له من المتغير اللي اسمه ايه فيلد او البارامتر اللي اسمه فيلد. طب والكومه دي هجيبها منين من الفاليو ادي الفاليو خلاص كده عمل ايه كون جمله الكويري كون جمله مين الكويري. فاكرين السيرش اللي احنا نقلناها جوه المين تيبل بتعمل ايه بقى السيرش اللي احنا قلناه جوه المين تيبل. لو جيت بصيت كده عليها كل اللي بتعمله بتاخد الكويري وتنفذ لك وترجع لك الناتج او لو حصل ايرور بترجع لك نيو داتا تيبل يعني جدول فاضي. لو حصل ايرور ترجع جدول فاضي عشان ما يضربش عشان ما يطلعش ايرور خلاص. يا اما ترن الجمله تنال على الدي بي دوت ران كويري وتاخد الكويري خلاص. فانا اقول له كلام جميل جدا يبقى احنا محتاجين ان احنا نقعد بعد ما ظبطنا الجمله جوه الميم جوه ايه في الميم برضه خالص جوه الكاتيجوري ظبطنا الجمله اهو. طب ما تيجي ننادي على السيرش طب ما تيجي ننادي على مين اللي احنا مظبطينها ووارثينها بقى ما دي بقى الميزه. اقول له سيرش ادي السيرش فتحت القوس قال لي في اثنين في واحد بتستقبل كويري وفي اللي انت واقف فيها. قلت له لا انا اقصد بتستقبل كويري قال لي ابعت لي كويري قلت له ادي الكويري اهو بس خلاص. وهنا اجي قبلها وقايل له ايه ريتيرن رجع اللي هيرجعه لك مين السيرش بس خلصت كده السيرش. انا دي بس عليها انا دي بس ايه انا دي بس عليها انا دي عليها في الزرار في تحت الزرار ده الزرار فاكرينه البي تي ان اسمه سيرش ولا اوريكم مش عشان ما تهوش هروح على الزرار اللي اسمه ايه سيرش دبل كليك. انا دلوقتي اقدر يعني احنا عاملين الكلام ده جوه كلاس اسمه كاتيجوري صح؟ طبعا الكلاس اسمه كاتيجوري هستخدمه جوه الزرار دوت وجوه زرار الاضافه وجوه زرار في كذا زرار صح ولا لا؟ يبقى اعرفه فين؟ تحت الكلاس على طول اعرفه تحت مين؟ تحت الكلاس على طول بعد تحت بابليك بارشال كلاس تحت بابليك بارشال ايه؟ كلاس هقول له كاتيجوري واسميه كات يساوي نيو كاتيجوري زي ما كنا بنعمل ايه؟ زي ما كنا بنعمل ممبر ام بيساوي نيو ممبر او زي ما كنا بنعمل اس كيو ال كونكشن كون بيساوي نيو اس كيو ال كونكشن خلاص. هدوس على السيرش واجي هنا كل اللي هعمله له هقول له كات دوت قال لي جود اد ولا دوت مش عارف ديليت ولا دوت مش عارف ايه قلت له انا عايز دوت ايه دوت سيرش. دوست على سيرش قال لي افتح قوس قال لي في اثنين تبعت كويري ولا تبعت الحقل والفاليو قلت له ابعت لك الحقل والفاليو. احنا كنا مظبطين نفسينا ان دي شايله اسماء الحقول شوف دي كاتيجوري نمبر تايتل ديسكريبشن بس كنا مظبطين الفاليو بتاعتها. لو دخلت الكاتيجوري نمبر شايله كلمه كات انه ده اسم الحقل اللي في الداتابيز. التايتل كان شايل كلمه كات نيم ده اسم الحقل موجود في الداتابيز. الديسكريبشن كان شايل اسم الحقل والداتابيز كان اسمه ديسكريبشن. فاحنا هناخد من هنا اسم الايه
اسم الحقل، وهنا ناخد الفاليو اللي هنبحث بيها اللي هو جوه التكست بوكس اللي اسمه سيرش. فاقول له ماشي، يبقى كاتيجوري سيرش قال لي ابعت لي اسم الحقل. قلت له والله الحقل هيجي من الراديو باتون ار دي او اللي اسمه فيلد، الراديو فيلد دوت سيلكتد فاليو والقيمه اللي الراجل اختارها، القيمه اللي الراجل ايه اختارها كوما. قال لي طب ابعت لي الفاليو هتبحث عنها. قلت له موجوده في التكست بوكس اللي اسمه ايه سيرش دوت ايه دوت تكست. خلاص كده تم البحث، تم الايه البحث. عايز البحث ده يتعرض جوه الجريد، عايزين البحث ده يتعرض جوه مين؟ جوه الجريد دي، الجريد دي اسمها جي ار دي جريد. خلاص يبقى اقول له الجي ار دي دوت الداتا سورس، مصدر بياناتك هيكون بيساوي السيرشات. يبقى انت يا جريد ده مصدر بياناتك هيجي منين؟ هيجي من الكاتيجوري لما تسيرش بالحقل دوت في الايه؟ في التكست بوكس دوت. خلاص وبعد ما عملت كده، بعد ما عملت كده اعمل ايه؟ اقول له داتا بايند عشان يعرض البيانات. بس داتا بايند عشان يعرض الايه؟ يعني كده انا قلت له داتا السورس بتاعك، انت هتجيب الفطار بتاعك النهارده من عند الشبراوي. هل هو معناه ان هو جابه؟ قلت له مصدر بياناتك هتجيبه من هنا، مصدر اكلك هتجيبه من هنا، لكن انا قلت له جيب ما قلتوش جيب، انا لازم اقول له جيب، اقول له داتا ايه؟ داتا بايند خلاص كده عرض الايه؟ البيانات جوه الجريد، كده عرض البيانات جوه الايه؟ فيها مشكلة دي؟ طبعا لو احنا عايزين نجرب ندرب الكلام ده نروح على الادمن دي وكليكايه ولوجين براوزر، وعلى ما يرن ويشغل البراوزر ده رن اهو، اروح على الكاتيجوري دي، ادي الكاتيجوري بتاعتنا اهي. قال لي حدد اللي انت عايز تبحث بيه، قلت له بالتايتل ماشي، قلت له انا عايز مثلا اي فئه فيها حرف الايه، ما اعرفش احنا ضايفين حاجه ولا لا، مفيش جدال ولا مش اي حاجه خالص، بس هيطلع لي اسماء الحقول يعني سيرش. هيطلع اسماء الحقول فاضي، ما طلعليش اي حاجه ولا الهوا، نعتبر ما فيش جدول يعني، بس المفروض كان يطلع اسماء الحقول. ماشي ما نشوف. يبقى انا كده هروح على الداتابيز بتاعتنا على سيرفر اكسبلورر، الداتابيز بتاعتنا اسمها ليدر، الليدر جت اهي، افتح هات حقل جدول الكاتيجوري ونضيف فيه اتنين تلاته كده ايه عشان نشوف بيهم نشوفهم في السيرش يعني. عشان لو كان في خطا نقدر نكتشفه بدري. كليك يمين واقول له شو تيبل داتا وريني. ايوه حسب بقى، قلت له الفئه رقم واحد، قال لي اسم الفئه دي ايه مثلا، قلت له كمبيوتر او كمبيوتر بي سي، قمت قايل له مثلا ايه مثلا اي حاجه ماشي، اي وصف، مش وقت الوصف دلوقتي. اتنين قلت له مثلا بيبيع لابتوب، نفس الوصف ما علينا. ثلاثة قلنا مثلا كاميرا، أربعة مثلا بروجيكتورز، ضفنا شويه حاجات كده عشان بس نشوف الايه الدنيا معانا شغاله ولا مش شغاله. دوس على سيرش، طبعا ما كتبتش اي حاجه معناها بقول له جيب لي كله، معناها جيب لي ايه كله. لكن مثلا تعالى بص، انا هبحث بالتايتل وعايز ادور على اي حاجه فيها كلمه مثلا تي او، اي حاجه فيها كلمه تي او سيرش، قال لي لابتوب توب اهي وبروجيكتور تور، خلاص قال لي الاثنين فيهم تي او. قلت له ماشي بالديسكريبشن، بالديسكريبشن عايز كل اللي المنتجات اللي فيها كلمه مثلا ديل، قلت له سيرش، قال لي في عندك الكمبيوتر فيه ديل واللابتوب فيه ايه؟ فيه ديل. خلاص الديسكريبشن شغال. طب لو رحت على كاتيجوري نمبر قلت له انا عايز الفئه رقم 3، دوست سيرش جاب لي الفئه رقم 3 اللي هي مين؟ اللي هي الكاميرا دي، ما لا تحتمل الا قيمه واحده، لان يعني طبعا دي بايه؟ لان يعني دي بالبرايمري كي صح؟
عايزين بس الجدول ده يبقى في النص، ما يبقاش مرمي كده على الشمال، دي حاجه. و السيلكت نوت للرو اللي احنا صنعناها الحق، لما بتدوس على اي رو بيتعلم ايه؟ بيتعلم عليه، بيتعلم عليه عشان يبقى ده بقى اللي هتعامل معاه بقى. اقدر دلوقتي المفروض الابديت يتفتح والريموف يتفتح، لان انا اقدر اعدل على الرو ده او احذف الايه؟ الرو ده. خلاص كده احنا خلصنا السيرش، خلاص سليمه. يبقى انا المفروض دلوقتي عايز اقول الاخ ده مش عارف ليه مش جاي في السنتر، انا معمول له سنتر. اعلم على التي دي كلها، اخش على الخصائص بتاعتها، اقول له الاونلاين بتاعتك يا ست التي دي السنتر. مش عارف الجدول كله اصلا من السنتر ولا لا، لو افتح الجدول ده كله واروح على الاونلاين بتاعته، هي معموله سنتر، معموله سنتر. ماشي، يبقى احنا عايزين بقى نعمل ايه لما ده لما الراجل يعلم على رو الابديت والريموف ايه؟ يتفتح. فاقوم دايس دبل كليك كده على الجريد ده، واقوم قايل له البي تي ان اللي اسمها ريموف الانيبل بتاعتها تبقى بتساوي ايه؟ ترو تتفتح، والبي تي ان اللي اسمها ابديت دوت انيبل بتساوي برضو ترو افتح الايه؟ افتح الابديت. وفي نفس الوقت كل ما يدوس سيرش لو كان معلم على اي سجل يتساب ويقفل الابديت والايه؟ والريموف كتجهيز لكل مره. يعني دلوقتي انا لما بعلم كده على رو 2 مثلا خلاص، واعمل سيرش تاني، المشكله بيقعد حافظ على محافظ على مين؟ على 2. حتى لو انا قلت له مثلا دور على الحاجات اللي فيها مثلا كلمه اتش بي، قلت له سيرش في الديسكربشن كلمه اتش بي ودوست سيرش، جاب الاثنين وتلاقيه معلم على الثاني، تلاقيه معلم على مين؟ هيفضل فاكر ان انت كنت معلم على الثاني. احنا مش عايزين كده، يعني هو قفلت وعملت سيرش هتلاقيه برضه معلم على الثاني، ما بيسيبوش. فاحنا عايزينه كل مره يدوس سيرش خلاص يفضي، لو يفضي، ولو كان الليبل بتاع الرسائل ده في اي حاجه يفضيها، كان مثلا كان في رساله اتحذف اتعمل مش عارف ايه اتعدل، برضه لو كان في اي رساله تتشال، يعني يبقى لو كان في اي رساله في ال ال مسج اللي هو هنا دلوقتي مخفي نشيلها، ونشيل السجل اللي متعلم عليه، ونقفل الابديت، ونقفل مين؟ مع كل سيرش جديده، مع كل سيرشيه ايه؟ جديده. يبقى تحت السيرش بعد ما خلصنا السيرش هنقول له لو كان في اي رساله في ال ب ال مسج والتكست اعمل لها ايه؟ يبقى معلش فضها لي. والزرار البي تي ان ريموف الانيبل بتاعته ترجع فولس قفل، والزرار بتاع الابديت دوت انيبل بتاعته تطلع برده فولس يتقفل. والجريد ده لو كنت السجل السجل انت معلم عليه انساه، السجل انت معلم عليه ايه؟ انساه. فاقول له الجريد ده دوت سيلكتد اندكس، يعني الرول اللي مترتب اللي انت بتنادى عليه اللي انت معلم عليه، قال لي انه واحد، قلت له بيساوي سالب واحد. طبعا مفيش رو سالب واحد، فهيبقى هيفقد الايه؟ هيفقد الرول اللي هو معلم عليه. لو قلت له رقم زيرو هنا هيعلمك على اول سجل، لو قلت له رقم واحد هيعلمك على ثاني سجل. انا هقول له رقم سالب واحد، معناه مش عايزك تعلمني على اي ايه؟ على اي سجل. خلاص؟ لو جربنا كده السيرش، اولا هينسى اثنين دي، نسيها فعلا وقفل الابديت والايه؟ والريموف. لو جيت علمت على اي حاجه تتفتح الابديت والايه؟ طبعا لسه ما برمجناهوش بس متفتحه. لكن لما اجي بعمل سيرش من اول جديد بيفضي، ولو كان في اي حاجه ايه؟ يقفلها. خلاص؟ ناخد ال مش عارف ناخد ايه؟ هو الاد طبعا بينادي، بس الاد بينادي على دي، الاد بينادي على مين؟ على الشيء دي بس، بينادي عليها، وده بيرجعني تاني لدي. ده التنقل اللي احنا خدناه، فالاد خلص. خلاص؟ في عندي الابديت وفي عندي الايه؟ الريموف. الريموف والابديت مش عارف نبدا بمين، خلينا مع اليمين. خلاص خلينا لا الريموف، عشان الريموف ده لو خلص يبقى خلص خلاص، لكن الابديت ده لسه هينادى على شاشه الابديت، لسه هينادى على شاشه الابديت، وربنا يسهل. خلينا في الريموف كده عشان يبقى خلصنا منه. خلاص يعني المفروض الابديت برضه هينادى على نفس الشاشه دي، بس الفرق ان البيانات تطلع بقى موجوده، الفرق ان البيانات تطلع ايه؟ تطلع موجوده بس. ونبدا بقى نشوف هنعمل ايه برضه، لان ما هو سيف ده اللي احنا قلنا هيعمله بتاع الابديت وبتاع الايه؟ وبتاع الاد. هنشوف ازاي. احنا تعال نبرمج الريموف دلوقتي. قلت له والله عشان اعمل ريموف انا لما بعلم على رو كده ببقى عايز اعرف الرقم ده بس، اللي هي دي يعني في السلكتد رو، الرو اللي انا معلم عليه الخليه الاولى طبعا رقم صفر، دي فيها زرار ما يهمنيش، خليه رقم واحد، عايز اخد النص اللي جواها ده رقم اثنين. لو بعت قلت له احذف الفئه رقم اثنين خلاص انتهت القضيه، خلاص انتهت الايه؟
القضيه خلاص كده. هو ده اللي انا عايز اعمله لما ادوس على ايه، على الموف. طالما ان دي عمليه مع الداتابيز كده، يبقى انا هروح احطها جوه مين، جوه الكلاس بتاعنا، جوه كلاس دايجرام بتاعنا، جوه كلاس دايجرام بتاعنا اللي هو في الكاتيجوري، اللي هو فين الكاتيجوري. اروح على الكاتيجوري، ادي الكاتيجوري اهي، يبقى ما لناش فيها غير السيرش. هقول لا، عندنا حاجه جديده كمان اسمها، احنا عندنا ديليت اصلا. بس لازم يبعت ال تعرف انا نخليها سكور احسن، ريموف خلاص كاتيجوري. هترجع لك دي ايه؟ قلت له مش هترجع لي حاجه، ممكن اخليها ترجع لي بوليان. بوليان يعني ايه؟ قلت له المفروض اتحذفت، ما قدرش يحذفها، لان لو فيها، لو الفئه جواها منتجات وجه يحذفها اقول له لا ما ينفعش. جواها ايه؟ جواها منتجات، لو حذفتها هتحذفها وتحذف كل المنتجات اللي فيها؟ انا نهار ابيض. لا طبعا انا خايف. انت احذف المنتجات اللي كلها وبعد كده ارجع احذف الفئه بتاعتك عشان ابقى مطمن ان انت تقصد انك تحذف الايه؟ تحذف الفئه دي مثلا. لكن ريموف كاتيجوري دي بوليان ترو او فولس، اتحذفت او ما اتحذفتش، لكن لازم استقبل الكات انه لازم يبعت لي الكات انه وانا اطير له الدنيا، وانا اطير له الايه؟ اطير له الدنيا. لكن هو لازم يبعت لي الكات انه وانا ارجع له يتحذف يا ما اتحذفش. واسمها ريموف ايه؟ ريموف كاتيجوري. واسمها ريموف ايه؟ كاتيجوري. تعال نبص عليها نبرمجها في لحظات قليله ازاي. ريموف كاتيجوري دي اصلا اهي دخلنا جواها، بقى في عندنا برنامج اسمه ريموف كاتيجوري. البرنامج ده بيستقبل مني المدخلات بتاعته الكات ان او، المخرجات بتاعته يقول لي يتحذف ما اتحذفش. احنا دلوقتي مش كنا عاملين يا جدعان ستور بروسيجر بيعمل الديليت؟ يعني الكود خلصان وعندنا حاجه اسمها ديليت، انا لعبت بتدلت، بس لازم اكون بعت البرايمري كي، لازم اكون بعت مين؟ البرايمري كي. فانا كلها اقول له، اقول له بص ذس يعني الكلاس ده، روح عند الكات النو بتاعته اللي بره، روح عند الكات النو بتاعته اللي ايه؟ اللي بره دي. اقول له خد الكات النو دي، خد مين؟ الكات النو دي. فياخد الكات النو اللي اتبعتت لي دي ويحطها جوه الكات النو اللي بره. ايه الكات النو اللي بره؟ اللي هي دي، اللي هي دي، حطها جوه الكات النو اللي هي دي خلاص، اللي بره، اللي جوه تحت الكاتيجوري على طول اللي اسمها كات النو. يبقى راح الكات النو اللي بره دي اللي هي الست والجت، حط جواها مين؟ الكات النو اللي اتبعتت لي. خلاص بقى في بروبرتي، بقى في ايه؟ جوه البروبرتي اللي اسمها كات النو خد الرقم، رقم الفئه. اقدر دلوقتي اقول له ديليت مع السلامه، امسح. لما هنادي على ديليت، لو السؤال اللي سالوني احمد صابر المره اللي فاتت، ديليت ده هتعمل ايه؟ قلت له والله يا احمد دي قصه طويله هتعيشها هي لوحديها، لان ديليت دي اصلا موجوده جوه المين تيبل، فهيروح على المين تيبل. هيروح على مين؟ على المين تيبل. يروح عند المين تيبل اهي، هيلاقي في حاجه نوت اسمها ابديت، لا لا ديليت اهي. يلاقي نفسه الديليت دي بتنادي على حاجه اسمها لود بروبرتيز ليست، هيلاقي حاجه اسمها لود بروبرتيز تو ايه؟ يعني خد من البروبرتيز حطها في الليست، واخده حرف مين؟ حرف الدي. هيقوم رايح على لود بروبرتيز تو ليست، هيلاقيها فوق. اول ما يلاقيها فوق هيلاقي نوعها ايه؟ فيرجوال. او يا فيرتشوال يقول لك لا، يبقى روح اشغلها من الكلاس ما اشغلهاش من هنا، روح اشغلها من الكلاس ما اشغلهاش من هنا. احنا شغالين في كلاس اسمه ايه؟ الكاتيجوري. شغالين في كلاس اسمه ايه؟ ادي كلاس اسمه كاتيجوري. يروح يدور على لود بروبرتيز ليست، فين لود بروبرتيز ليست؟ ادي لود بروبرتيز ليست اهي، اهي افتحها كده عشان نتفرج على الكود بتاعها. وهياخد كلمه تايب اوف اوبريشن دي اللي هي حرف الدي صح، يقوم جاي هنا يقوم ظابط حقل التشيك يظبطه على الدي، وياخد الكات ان هو ياخدها من البروبرتي. اما الكات نيم هياخدها فاضيه صح، والديسكربشن ياخده فاضي، مش مهم، احنا عايزين نمسح البرنامج كي. ما دول ينفع يكون فاضي ودي ينفع تكون ايه؟ فاضي. ويظبط الاسم الستور بروسيجر على كلمه مانج ايه؟ مانج كاتيجوري. وبعد كده يقوم نادي على الداتابيز يقول لها رن مين؟ رن البروسيجر. يبعت لها اسم البروسيجر ويبعت لها الاس ال. ايه هي الاس ال دي؟ اللي هي الليسته اللي متظبط فيها ان تشيك الدي وان الكات ان او كذا. ياخدها يرنها لك ويرجع لك ترو لو 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 الجمله رجعت واحد، يعني لو لو حركت في الجدول، وترجع لك فولس لو كانت ما اشتغلتش. كل القصه دي هتحصل مسافه ما انت قلت له ديليت. بس انت بس المفروض مش كل مره ارغي في الكلام الفاضي ده، انا اقول ديليت بعد كده وخلاص، مش عايز اشغل بالي بالموضوع ده خالص. خلاص كده يبقى انا كل اللي انا قلته. كنت فين دلوقتي؟ كنا في كلاس اللي هو بتاع كاتيجوري، راح فين؟ ادي كلاس بتاع الكاتيجوري. احنا كنا فين؟ كنا هنا في الريموف صح؟ يبقى انا هقول له ديليت. طب ما الديليت دي بترجع ترو فولس، والريموف دي بترجع ترو فولس. اقول له خلاص رجع لي ريتيرن ليه اللي هيرجع من مين؟
ادريت ادريت هترجع لك ترو فولس، احذفها برضو، يبقى خلي الريموت بترجع ترو فولس. بس كده، بس كده خلص الكود. بس الكود ده بقى الفرق بقى ما بين اللي بيشتغل بزلطتين كل شويه بيجي يفتح الزرار يقول لك يا شمر دلعك اوبن داتابيز ايه في الداتابيز يعني مش عارف ايه ازاي، وبين اللي بي ايه اللي بينسخ الاكواد بتاعته. تبقى متعبه شويه في الاول في البدايه، بس بص بتريحنا ازاي. خلينا نجري، خلينا ايه، خلينا نجري. يبقى انا دلوقتي اقدر ابرمج بقى جوه الشاشه بقى بتاعتي اللذيذه دي، عايز ابرمج الريموف تبقى سهله جدا. انا عايز اوصل بس لرقم الكات ان او اللي هو معلم عليه، رقم الكات ان او اللي معلم عليه، يبقى خلاص يبقى المهم انتهت. ارسل على الريموف هنا، قال لي الكود اهو، كل اللي اقوله اقول له كات دوت ريموف كاتيجوري، فتحت القوس قال لي اديني الكات ان او، قال لي اديني مين كات ان او، قلت له كات ان او دي في الجريد ده، في الرور الراجل معلم عليه صح، يبقى اقول له في الجريد ده دوت الرو الراجل اللي معلم عليه، يعني السيلكتد رو، سيلكتد يعني متعلم عليه، سيلكتد يعني متعلم عليه، ورو الصف، يبقى الصف اللي متعلم عليه. طب الصف اللي متعلم عليه ده فيه ايه خلايا، فيه ايه خلايا، اقول له دوت السيل، السيلز، سيلز الخلايا، انه خليه لو قلت له رقم صفر هيجيب لي اللي هو فيها الزراره، مش عايز فيها الزراره، عايز مين اللي بعديها، اللي بعديها هي اللي فيها الكات ان او اللي هي دي، دي اللي فيها الزراره، انا عايز دي، ما دي صفر يبقى دي ايه؟ واحد. يبقى دي واحد، انا عايز النص اللي مكتوب جواها ليه؟ عايز الحته دي صح كده؟ فاقول له ايه؟ اقول له الخليه رقم واحد، هقول له دوت دوت تكست، انا عايز التكست ايه؟ التكست بتاعها. طبعا انا عايز اعمل لها اف ان هو حذف او ما حذفش، ممكن اعملها اقول له اف اف ان الكات ان هو دوت ريموف كاتيجوري مش عارف ايه واللي احنا بعتناه ده كله، يبقى تعمل ايه؟ هقول له في ال بي ال مسج دوت تكست، ما لو رجعت ترو يعني اف دو يعني رجع اف اللي جاب الترو اف يا اف يعني اف ان جاب الترو. في الحاله دي هقول له كاتيجوري ديليتد خلاص، إلس إلس يبقى في ال بي ال مسج تكست، هقول له معلش احنا اسفين الكاتيجوري دي نوت ديليتد، ديليتد مثلا كاتيجوري نوت ديليتد الفئه دي ما اتحذفتش، مي هاف ممكن تكون فيها مي هاف برودكتس، ممكن تكون فيها منتجات خلاص عشان كده ما اتحذفتش، ممكن يكون فيها منتجات، لان ده الحل، ده الحاجه الحاله الوحيده اللي مش هيرضى يحذف فيها الكاتيجوري يعني خلاص، ان هو مش ان فيها منتجات، فمش هينفع احذف مثلا الكمبيوتر مع ان نص المخزن بتاعي فيها، يبقى لو حذف الفئه هيحذف كل المنتجات، دي كارثه دي، فده امان. اقول له لا لا، يا اما ممكن اوضح له اقول له بقى ايه تو ريموف ذيس برودكت مثلا ديليت اول برودكت تو ريموف ذيس كاتيجوري، هشتغل تحذف الفئه دي بليز ريموف اول برودكتس فيرست، فيرستلي لو سمحت امسح كل البرودكتس الاول خلاص كده. طيب الكلام دوت خلص، المفروض بقى خلاص بعد ما طلعت رساله ما انساش ان انا الجريد ده افضيها، مفضيها ازاي حد فاكر؟ ما حدش فاكر، اقول له جريد دوت داتا باين، اقول له اربط لي البيانات، وبقول له عرض لي البيانات، وانا اصلا ما قلتلوش داتا سورس يبقى يفضيها، طالما ما قلتلوش داتا سورس يبقى ايه؟ هيبقى يفضيها، هيبقى يفضيها خلاص كده. بس سهله لذيذه، كلها رسائل مسج بوكس ومفيش كود اساسا خلاص. طيب اروح هنا اقول له سيرش، حلو علمت على البروجيكتورز، المفروض يتمسح، قلت له ريموف، بعد ما يعمل ريموف يقفل زرار الابديت ويقفل زرار ريموف، لازم يقفلهم هما الاثنين برضه، ما ننساش الحكايه دي صح؟ يعني ايه؟ يعني اقول له الزرارين دول يرجعوا ايه؟ فولس، الزرارين دول يرجعوا ايه؟ فولس، اللي هو بتاع الريموف وبتاع الابديت خلاص بقى ما بقوش متاحين، خلاص بقى ما بقوش ايه؟ ما بقوش متاحين. علمت على ده؟ متقال ان هو بقى ريموف قال لي كاتيجوري ديليتد ايه؟ وقفل الاثنين، حتى الان كله كلام جميل. المفروض لما نقول سيرش احنا برمجنا ان هو يمسح الليبل اللي بقى ماسك صح؟ لما نعمل سيرش دلوقتي شال اللي بقى مسج وجاب لي كله ما عدا الايه؟ اللي اتحذف، خلصنا الديليت، خش على مين؟ على الابديت. لما معلم على رو كده خلاص انا عايز ادوس، لما ادوس على الابديت يتعرض لي الفيو الثاني. بس بص بقى الفكره كلها، رقم 3 دي، رقم 3 دي تيجي لي هنا، كلمة كاميرا تيجي هنا، الوصف بتاعهم يجي هنا، لو كان في صورة تيجي هنا. في أي مشكلة؟
هل دي اي معلومه على الداتابيز؟ دي مش معلومه على الداتابيز خالص. انا ممكن اعمل ايه؟ انقي إيه؟ اقول له في السلكت درو عايز الخليه رقم واحد صح؟ تحطها لي هنا. معايا مش معايا؟ والخليه رقم اثنين والخليه اللي بعديها اللي هي رقم اثنين حطها لي فين؟ حطها لي هنا، والخليه رقم ثلاثه حطها لي هنا. ولا ايه؟ ما فيهاش اي عمليه داتابيز خالص، ده انا هاخد من الجريدايه واحطها جوه التكست بوكس من غير ما اعدي طريق الايه؟ طريق داتابيز خالص. مش محتاج ان اروح افتح الداتابيز واعمل قصه ليه؟ ما هي موجودين عندي انقيهم واحطهم. خلاص؟ والصوره برضو زي ما قلنا احنا عملنا فولدر اسمه كات ايمجز لو انتم فاكرين. ولا ما حتى عملناش؟ ما اتعملش. طيب. المفروض يبقى في جوه الادمنستريتور هنا في فولدر او ممكن احطه بره الادمنستريتور زي ما انا عايز. ما خد بالك المنتجات دي هتتعرض لليوزر بره، شوف الحاجات دي اليوزر يشوفها، المنتجات الجديده يشوفها والحاجات دي كلها يشوفها. خليه بره احسن، خليه بره عشان هتشاف لليوزر بلاش جوه الادمنستريتور، لانه هيتشاف لمين؟ اليوزر. فممكن بره خالص، بره لو هشوف من بره واسميها ايه؟ كات ايمجز. المفروض الفولدر ده هيتشال فيه كل فئات الايه؟ فئات المنتجات بتاعتي. هقول له ماشي، فانا عايز الصفحه لو كانت الصوره تتفتح هنا، واحنا هنرفع الصوره كل صوره هنرفعها للموقع. لو كنت بعرض الفئه رقم واحد يبقى الصوره بتاعتها اسمها واحد. بعرض الصوره الفئه رقم اثنين يبقى الصوره بتاعتها اسمها اثنين. ليه؟ اولا عشان ابقى حافظ الباص. ثانيا عشان ما تجيش صوره اسمها مثلا رفعت صوره اسمها كوكو وبعد يومين رفعت صوره اسمها كوكو ثانيه تقوم عامله ريبليس تشيل القديمه وتحط مين؟ وتلاقي الفئتين شغالين على الصوره الجديده. عك. خلاص؟ وكمان عشان ما اقعدش اسيف اسم الصوره في الداتابيز. ان لو كل فئه ليها اسم صوره مختلفه يبقى لازم اسجل اسم الصوره بتاعتها عشان ابقى عارف هي بتاعت مين. كل ده لفه وجع دماغ على الفاضي. طب وليه؟ احنا لو خلينا الفئه رقم واحد صورتها رقم اسمها واحد والفئه رقم اثنين صورتها رقم اثنين خلاص القضيه انتهت. هنعملها ازاي؟ لسه ما عملناهاش. لكن لما نوصل لها نبقى نعملها. خلاص كده؟ طيب هاجي هنا وعامل ايه؟ اقول له ماشي. احنا بنعمل ايه؟ في الابديت هقول له بص التكست بوكس اللي اسمه كات ان او والتكست هيجيب قيمته منين؟ هقول له روح على الجريد ده معايا، روح على الجريد ده على الرول اللي الراجل معلم عليه على السلكت درو الخليه رقم كام؟ رقم واحد، هات لي التكست بتاعها وحطه جوه التكست بوكس تي اكس تي كات ان او. حد زعلان؟ وبنفس الطريقه الكات نيم وبنفس الطريقه مين؟ الديسكريبشن. هنا هيبقى كات نيم خلاص، بس هيبقى الخليه اللي بعديه هي رقم اثنين خلاص. وهنا ليه؟ مش عارف اسمها كات ديسكريبشن ولا ديسكريبشن. اتقلب ايه ديسكريبشن بس هيجي من كام؟ من ثلاثه. حاجه كمان اخد بالي منها ايه هي؟ ان في التعديل هل ينفع الراجل يعدل المفتاح الرئيسي؟ ما ينفعش. المفتاح الرئيسي ده اللي بدا عدل باساسه اصلا، بعدل يعني توقع الراجل طلعت له الشاشه، توقع بس. اما عدل الاسم. واما عدل الوصف. واما عدل رقم الفئه. انا اعرف منين بقى ان شاء الله؟ انا اعرف ان هو عدل انهي واحده؟ ده كده الرقم جديد والاسم جديد والوصف جديد، ايش عرفني هو عدل ايه؟ هو عدل ايه؟ خلاص بقى مفيهاش ليها معنى عندي خالص، مفيهاش ليها عندي، هروح اضيفها له جديد ومش عارف هو عدل ايه، مش عارف هو عدل ايه، هربت مني، ليه؟ لان مش معايا هو بيعدل ايه. يبقى الحاجه الوحيده لازم يكون رقم الفئه موجود، لان ده المميز اللي عندي. يعدل بقى اسم ويعدل الوصف ابقى عارف بقى هو عدل ايه، لان معايا رقم الكود بتاعها، لان معايا رقم الكود بتاعها. فانا لازم يكون عندي التي اكس تي اللي اسمها كات ان او دي ريد اونلي ترو. ريد اونلي يعني اقراها بس لك ما يقدرش يعدل فيها. ريد اونلي بس يشوفها بس. خلاص كده؟ ريد اونلي بس. فهمنا الفكره؟ طب والصوره؟ الصوره كنا مسمينها اي ام جي احنا، اقول له اي ام جي دوت ايمج يو ار ال عنوان الصوره. قال لي ايوه قول لي عنوان الصوره ايه؟ قلت له بص نقطتين وشرطه. معناها ايه نقطتين وشرطه؟ اطلع بره فولدر. مش احنا جوه فولدر الادمنستريتور دلوقتي؟ احنا جوه فولدر الادمنستريتور، اطلع بره فولدر يقوم طالع بره على المشروع كده بره، صح كده؟ بقى على المشروع، ما هي بره فولدر الادمنستريتور المشروع. مش معايا الناس. لو دخلنا جوه فولدر المشروع اهو جوه الادمن، انا كده جوه فولدر الادمنستريتور صح؟ اطلع بره فولدر بقى هنا. عايز اقول له خش جوه كات ايمجز. خش جوه كات ايمجز او قايل له نقطه ايه؟ ما
بعد ما تطلع بره فولدر خش جوه الكات ايمجز. خلاص جوه الكات ايمجز هتلاقي صوره اسمها ايه بقى؟ اسمها ما اعرفش بقى، مش كل مره واحد والله. تكست ان هو واحد يبقى واحد، اسمها تكست ان هو واخده 2 يعني، يعني كاتيجوري نمبر رقم 2 يبقى يبقى الصوره رقم 2، كاتيجوري نمبر رقم 3 يبقى 3، كاتيجوري نمبر رقم 4 يبقى 4. فاقول له لا، جنب الكلام دوت ان هو هيبقى في على حسب التي اكس تي كات ايه ان او دوت تكست. يبقى كات ان او دوت تكست دي لو جابت 1 يبقى الصوره رقم 1، لو جابت 2 يبقى الصوره رقم 2، لو جابت 3 يبقى الصوره رقم كام. وما انساش ان انا ازود في الاخر دوت جي بي جي. اي واحد يجي يقول لي هي كل الصور تبقى جي بي جي او لا كل الصور تبقى جي بي جي؟ تقول افترضنا الراجل بعت صوره مثلا بي ان جي ولا بعت صوره جي اي اف، هقول لك يا عمي انت لو جيت فتحت صوره عندك ولقيتها دوت بي ان جي وشلت كلمه بي ان جي وخليتها جي بي جي، اشتغل مش شغالش؟ اوعاك تكون فاكر انك لما شلت كلمه بي ان جي وخليتها جي بي جي ان انت غيرت نوع الصوره، انت ما غيرتش نوع الصوره، انت غيرت اسمها. طب ايه الغرض؟ الغرض ان انا بس ثبتت الباص، ابقى كده حافظه، ابقى كده ايه؟ بدل ما يبقى طب ده بقى جي اي اف ولا جي بي جي ولا ورخ نفس المتاع، لا انا ثبتت الايه؟ الامتداد، لكن انا ما غيرتش نوعه اصلا. نوعه زي ما هو، بس انا غيرت الايه؟ الامتداد فقط غير، انا غيرت الامتداد فقط ايه؟ خلاص كده؟ بس. طبعا لو انت عايز تجرب تعال نجيب فئتين ثلاثه كده صور ستاتيك كده دلوقتي ونجرب لغايه ما نوصل للابلود، الابلود هتيجي قريب، الابلود هتيجي ايه؟ الابلود هتيجي هنا في الحته دي هنبرمجها ما تلاقوش، وهنرفع صور بايدينا احنا، لكن تعال نجرب صورتين كده عشان نشوف بس الكود بتاعنا شغال ولا مش ايه؟ ولا مش شغال. هجيب اي صور من عندي بتاعت اي فئات منتجات. ف هاجي هنا في كات ايمجز قمت جايب شويه صور مترقمين 1 دوت جي بي جي، 2 دوت جي بي جي، 3 دوت جي بي جي، 5 دوت جي بي جي، يعني 4 ما فيش. خلاص؟ في حاجه معلقه في الكيبورد على فكره. محدش ياخد باله؟ ماشي. دي شويه صور. كنسل. ارجع بقى تعالى نعلم على مثلا رقم 2، عندنا صوره رقم 1، عندنا صوره رقم 2، وعندنا صوره رقم 3. دلوقتي موجودين الصور. علمت على رقم 2. تعالى ندوس على ابديت. غباء مننا طبعا، هو عمل كل حاجه بس احنا غبائنا ما قلنالوش يفتح الشاشه الثانيه عشان نشوف. فاقول له روح على المالتي فيو اللي هي العرض اللي هو بره دوت، اقول له الاكتف فيو اندكس يعني الفيو اللي انا عايز اشوفه رقم ورقم كام؟ رقم 1، لان الاولاني رقم كام؟ الاولاني رقم 0. فانا عايز اقول له اعرض اعرض ايه؟ الثاني. اعرض رقم 1 اللي هو الثاني. خلاص الاولاني رقم بيبقى رقم 0، الثاني دوت بيبقى رقم 1. عشان بس نقدر نشوف انت عملت ايه. او تاني علمت على ده، وبعد كده ادوس على الابديت. جميل. بس الصوره فيها مشكله، وانا متاكد ان في صوره عندي اسمها رقم 2 ايه؟ دوت جي بي جي، صح ولا لا؟ قلت له طب اعرفها ازاي دي بقى؟ اعمل كليك يمين كده اي حته فاضيه وشوف السورس. شوف الكود، سورس كود بتاعك. هيطلع لك كود كتير، اقول له دور لي فايند على فولدر اسمه كات ايمجز، صح كده؟ دور لي يا راجل. طب الدور ده اقول له ايه؟ كات اي ام جي اس، مش عاملها كده؟ ايه؟ مش معقول بيدور يقول له. هو اصلا مش مطلع لي اي حاجه اساسا. يا عم بلاش دور على اي حاجه دوت جي بي جي. مش عندك صور خالص يا راجل؟ ايه مفيش عندك جواك بني ادمين خالص؟ كليك يمين كده واقول له وريني الصوره دي بالوبرتس. ما احنا لازم نتصرف نشوف هو مدي الخصائص بتاعتها ايه. ايوه اهي على ادمن كات ام ادمن. طب يدور جوه ادمن 2 دوت جي بي جي مظبوطه، لكن جوه ادمن لا لا لا. انا قلت لك كده يا اخي يا عم، انا كده مش كده؟ عيب. اطلع بره صح ولا لا؟ قلنا المفروض قلنا له اطلع بره وبعد كده يخش جوه كات ايمجز. هو ما طلعش بره، هو جاي مش هيجيبها من جوه الادمن. ايه بقى؟ حلوين اهم. قلت له ماشي كات ايمجز على طول كده. تعالى نشوف كده على طول من غير ما اقول له اطلع بره، يمكن هو واخد الديفولت الباص الطبيعي. 2 قلت له ابديت والعب بره. كليك كمان بروبرتيز جابها من جوه يوزر كنترول. فنسينا نسينا ان مش جوه ادمن على فكره،
ده جوه الفولدر ده، ادي الويب يوزر كنت بتاع الكاتيجوري اهي، قلنا له اطلع فولدر او طلع بره الادمن. لو اطلع كمان فولدر اطلع بره خالص بعدين حط، يعني قلنا له نقطتين واطلع بره، فهو كان جوه يوزر كنترول، هو كان جوه ايه فطلع بره بقى جوه ادمن. قال له لا برضو ايه اطلع كمان ايه اطلع كمان بره، يبقى انا اقول له ايه نقطتين شرطه كده طلع بره بقى بره الادمن، نقطتين شرطه كده بقى مين بره بره خالص بره على المشروع من بره. خلاص كده ارجع كنسل، واقفين على اتنين مش على تلاتة. خلاص قول ابديت، ادي ايه ادي رقم تلاتة، قلت له كنسل وريني رقم واحد ابديت، قال لي ادي ايه ادي البي سي، فعلا جت صورة بي سي ما تعرفش ازاي. خلاص اللابتوب فعلا كان صورة لابتوب، انا متأكد يعني صورة لابتوب جاية كده. خلاص خد بالك بقى من الكارثه اللي جايه، خد بالك بقى من الكارثه اللي جايه. كنسل وتعالى دوس على اد. اه بس البيانات ما مش موجوده، ما يبقى صح احنا كاتبين جوه زرار الاد ان البيانات تبقى فاضيه، يعني ده هيضيف لسه. اه لسه هيضيف زي ما فضينا دول، الصوره تختفي الصوره ايه. ويا سلام بقى لو انت ممتاز شويه وجبت له الرقم اللي عليه الدور، يا سلام ماشي. طب يعني هو مش المفروض عليه الدور ده رقم كام؟ المفروض احنا الوقت عشان الارقام صغيره رقم 4، لكن لو انت طلعتها له جاهزه على طول اللي عليه الدور رقم 4 وسايبها له برضه عايز يغيرها غيرها، مش عايز يغيرها ما غيرهاش، صح ولا لا؟ بص بقى الكارثه الكبيره، تيجي تكتب وكات ان هو يقول لك لا ما ينفعش لان انت كنت عملتها ريد اونلي. الله، يبقى لازم نغير دي نخليها مش ريد اونلي ونخفي الصوره. ويا سلام لو قدرنا نجيب مين اللي عليه الدور، يا سلام لو جبنا قدرنا نجيب اللي عليه الدور. خلاص كده هو ده احنا عايزين نعمله. قام رايح على دي وقايل له اه في الاد هنزود شويه حاجات، احنا كنا بس بنظهر المشهد الثاني وبنفضي التكست بوكسات، صح ولا لا؟ اقول له الصوره الايمج دوت ايمج، ولا اقول لك الايمج دوت فيزابل اصلا بتساوي ايه فولس تختفي. لو انت عملتها كده يبقى كارثه. عارف ليه؟ يجي في الابديت يعرض الصوره تلاقي الصوره مخفيه ما يظهرهاش، يبقى لازم جوه الابديت يظهر، لازم جوه الابديت ايه، صح ولا ايه؟ لازم تكون صح مصحصح. يعني هو لو عملنا كده جيت دوست على الاد كلام جميل، خفى الصوره ان لسه ما فيش صوره اصلا. طب نرجع بقى كده ودوس على الابديت، الصوره مخفيه خلاص مش هتظهر، يعني لازم جوه الابديت اعمل له ايه الصوره تظهر جوه الابديت. حاجات بسيطه يعني مش صعبه ولا حاجه. جوه الابديت ما انساش ان انا قبل ما اقول له الصوره مش عارف ايه والكلام اللذيذ ده كله، لازم اقول له الايمج دوت فيزابل بتساوي ايه ترو، يبقى تظهرها وتحط لها العنوان والاد تخفيها والاد ايه كده. المفروض كده كده كلام جميل كده. لو دوسنا على كنسل، لو دوسنا على اد نيو مفيش صوره، لو رجعنا دوسنا على ابديت الصوره موجوده، كنسلنا مفيش مشكله. خلاص كده شغاله كده تمام. اللي احنا محتاجينه دلوقتي لسه ما عملناش دي، ما خلناش دي شلنا الريد اونلي بتاعتها جوه الاد، لازم نشيل الريد اونلي بتاعتها جوه الاد عشان نقدر نكتب فيها. يعني اقول له التي اكس تي اللي اسمها جات النو دوت ريد اونلي بتساوي ايه فولس، بقى ريد اونلي ترو ايه فولس فولس. وعايز اقول له التي اكس تي جات النو دوت تكست بتساوي روح على الكاتيجوري، روح على الكاتيجوري دوت، عايز اقول له جيت نيكست كاتيجوري نمبر، جيت نيكست كاتيجوري ايه، يعني عايز اقول له جيت نيكست كاتيجوري نمبر او كات نمبر ان هو على طول، انا عايز الرقم اللي عليه الدور. طبعا مش هبعت له اي حاجه، هي تبقى كده سلام، كانت تبقى جامده جدا. قال ايه بقى؟ قال الكود ده هيشتغل. خد بالك انت، ده تخيلنا يعني، احنا ما عملناش اصلا، احنا بنالفه، قلت له كاتيجوري جيت كات نيكست، قال لي ده ايرور، قال لي دي مش موجوده. تحب اعمل لك جيت نيكست كات ان او جوه الكلاس اللي اسمه كاتيجوري؟ قلت له ايوه اعمل لي عشان اروح اظبطها لك، عشان اروح اكتبها لك. خلاص قلت له ايوه جنريت يعني اعمل او خرج، خرج لي ميثود اسمها جيت نيكست كات ان او جوه الكاتيجوري ده اس كده. خلاص خرج لك هناك بس لسه فاضيه، خرج لك هناك بس لسه فاضيه، بس شال لك الايرور من هنا، بس شال لك الايرور من هنا. خلاص اه بيقول لك هي بترجع وانت لسه ما كتبتش الكود بتاعها. ماشي لو رحت جوه الكاتيجوري دلوقتي هي عمل لي مين؟ عمل لي جيت نيكست كاتيجوري ايه؟ نمبر وبترجع ايه؟ سترينج. قلت له كلام جميل جدا، الله اللي قال لك.
قلت له بص اكتب لك يا عم، هعمل جمله سيلكت بسيطه جدا بتجيب لي الرقم اللي عليه الدور. قال لي هي الجمله دي بتقول ايه؟ قلت له بتقول سيلكت اجيب كاونت، صح ولا ايه؟ عدد الفوز. شايفين كاونت في جمله سيلكت؟ يعني بس كاونت تبع المشكله، بلاش كاونت لان فيها مشكله. لو الراجل مثلا ضاف المنتج رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 5 بعد كده حذف 2 و3 تيجي تعد كاونت ومقال لك كام؟ 3. ده موجود فهمت حاجه؟ هتبدا تخرف. ممكن ماكس، ماكس دي ما تخرفش. ليه بقى ماكس ما تخرفش؟ ماكس هات لي اكبر واحد رقمه كام بقى؟ 5. خلاص جيب لي بعديه 6. فاهمين الفكره؟ جيب لي اكبر واحد وزود لي عليه واحد. لو كان 5 يبقى انا اللي عليه الدور 6، لو كان 6 يبقى اللي عليه الدور ايه؟ 5. عشان كده زودت ايه؟ واحد. زودت واحد. ده كله فروم مين؟ كاتيجوري. خلاص عملت الجمله. مش احنا عندنا سيرش بتاخد كويري وترجع لي النتيجه ولا ايه؟ صح. يبقى هقول له ايه؟ سيرش. قال لي اديني الكويري بس. قلت له ادي الكويري. قال لي ماشي هرجع لك داتا تيبل. قلت له لا 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 داتا تيبل، داتا تيبل جدول؟ قال لي اه رجع لك جدول. قلت له لا ده انا مش عايز جدول، لو عملت ريتيرن من السيرش كده هيطلع ايديهم ويلطشني بالقلم. يقول لي ده سيرش ليه بترجع جدول؟ انت ايه اللي هترجع ايه؟ كلمه نص. كلمه ايه؟ نص. قلت له اه مش دي جدول؟ قال لي اه دي جدول. قلت له خلاص انا هقول له ايه؟ انا عارف كده كده انه جدول ما فيهوش غير حقل واحد وصف واحد، انا عارف، بس هو كده كده متظبط انه يرجع جدول. قلت له خلاص مش انا عارف ان سيرش والكويري دي بترجع جدول؟ قال لي اه. قلت له خلاص روح على الجدول الصف الاول العمود الاول، هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا ايه عايزه. مش دي اللي انا معلم عليها بترجع جدول بالكامل؟ هقول له ماشي. الدوت الروز، روز يعني ايه؟ الصفوف. قلت له الصف رقم كام؟ رقم زيرو. ما انا عارف ان دي ما بترجعش غير صف واحد عمود واحد، صح ولا لا؟ صف واحد عمود واحد. قلت له الرو رقم زيرو، الكولوم رقم زيرو دوت تو سترينج، بس كده. يبقى دي هترجع لي جدول اه. قلت له بقى روح على الصف الاولاني العمود الايه؟ الاولاني، بس كده. يبقى جابها لك. لا اطلق القيمه، بعد ما اطلق القيمه هيرجع لي، بس كده خلصت القضيه. لو جينا جربنا الكلام اللذيذ شفت صعبه؟ جميله قوي. طبعا دي لو كنا هنكتبها كود كامل دي كانت هتبقى مشكله، طبعا كانت هتبقى مشكله كبيره جدا عويصه. ادوس كده على كانسل، تعال ندوس اد، جاب الاربعه اللي عليه الايه؟ الاربعه اللي عليه الايه؟ الدور، صح كده ولا ايه؟ اه سايبينه برضه يعدله لو هو عايز. خلاص يعني هو افترضنا عايز يحط رقم معين في دماغه ماشي. لو انت مش عايز كده خلاص براحتك. بس انا شايف ان هي يبقى في امكانيه ادي اللي عليه الدور ولو انت عايز تغيره. طب هو بيجيب بس اكبر رقم وزود عليه واحد، وزود عليه واحد ما بيجيبش لي اصغر رقم؟ لا انا مش عايز اصغر رقم خالص. انا قلت له انا عايز الماكس، ما ماكس يعني الاكبر وزود لي عليه واحد. هو الماكس عنده كام دلوقتي؟ 3. هيزود عليه واحد يبقى اللي عليه الدور كام؟ 4. بس مش عايز ولا اصغر ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. خلاص كده؟ وصلت الفكره ولا ايه؟ حلو. يبقى الاد شغاله زي الفل والصوره بتختفي ومفتوح كل حاجه ان هو يعملها خلاص. والابديت لما بيعلم على رو بتعرض وكله زي الفل. فاضل لنا زر مين؟ اللي هو بيشغل الاد والايه؟ والابديت. المفروض الزر ده مشترك، ماليش دعوه، هو المفروض يحس انا بعمل اد وانا بعمل ابديت. ممكن يحس من ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ ممكن يحس من الفيزابل ترو او فولس بتاعت الصوره. لو الفيزابل ظاهره يبقى اكيد بيعمل ابديت، لو الفيزابل فولس يبقى اكيد بيعمل اد. ممكن يحس من الريد اونلي بتاعت التكست بوكس، لو التكست بوكس دوت معمول له ريد اونلي كده اهو يبقى اكيد بيعمل ابديت، لو مش معمول له ريد اونلي يبقى اكيد بيعمل اد. بس خلاص خلصت. يبقى قدر الزرار يسنس يحس هو بيضيف ولا بيعدل. واحنا كنا مسمين كنا مسمين العنوان ده كده كمان، كنا مسمينه ال ب ال تايتل. ممكن نخلي جوه الاد يعدل يخليه اد نيو برودكت او اد نيو كاتيجوري، وممكن نخلي الابديت يقول له ابديت كاتيجوري ماشي. بس مش مهم خلاص، مش ايه مش مهم. انا كل هحسه احس من ريد اونلي كفايه كده قوي. لو ده ريد اونلي يبقى بعمل ابديت، لو ده مش ريد اونلي يبقى بعمل اد. يبقى كده قدرت افرق في زرار واحد انا كنت بعمل اد ولا بعمل ايه؟ ابديت، صح كده؟ ويبقى عملناهم في زرار واحد، وفرنا على اليوزر التوهان. قوم رايح على كله ده اتظبط، فاضلنا مين؟ زرار السيف والكنسل متظبط، فاضل زرار مين؟